البعض طول الوقت لما بيموت حد مسيحي قبطي من مشاهيرنا او حتى حد مسلم مختلف مع تيار الاسلام السلفي، فطول الوقت تحصل خناقة على السوشيال ميديا انه لا تترحموا على هذا الميت وانه لا تجوز الرحمة. انا مش عارف ليه السلفيين معتقدين انه المسيحيين عايشين يعني حياتهم عشان خاطر اللحظة اللي يترحم السلفي على ميتهم. انتوا ليه متصورين كده؟ يعني ايه الاوهام اللي في ذهنكم دي؟ وكأنه المسيحي محتاج ترحم من السلفي، ان شاء الله ما عنه ترحم. يعني لا هو منتظر ده ولا مهتم بده ولا حتى حاسس ان ده يؤثر لميته. فانا مش فاهم ايه فكرة انه يعني منع الترحم على اعتبار ترحمك ايه؟ يعني مقبول الدعوة انت حضرتك وطهارة الدعوة؟ يا اخي كان الدعوة دي فلحت معاك انت شخصيا كسلفيين ولا كمتعصبين ولا كمدعين اسلام، حتى كانت فلحت معاك الاف وملايين الادعية اللي يعني بتلقى كل يوم ولا جواب ولا استجابة على رأي رئيس السيسي، يعني ظلمت الدعاء. فكانت نفعت ولا فلحت معاكم؟ فانتوا بقى ايه عشان ما نقولش الله يرحم الاستاذ مفيد فوزي، اصل مفيد فوزي كان قبطي على اعتبار هو منتظر رحمة حضرتك او طلبك الرحمة او ان ده شيء يخص المسلمين دون المسيحيين رحمة ربنا. ايه ده التعصب المجنون المهووس بنفسهم؟ دول ناس عايشين جوه فقاقيع حياتهم، اولا متصورين الاخرين منتظرين رضاهم ودعائهم وترحمهم وتعاطفهم، لا الاخرين مش منتظرين حاجه خالص. المسيحي اكيد مش منتظر من اي يعني متنطع دينيا ترحم على حد من المسيحيين يعني لما يموت، لا محتاج ولا ناقص ولا يعني ولا منتظر. يعني انما انت اللي مغرور غرور الجاهل ومتصور انه مجرد ترحمك على اي حد وكأنك بتمنحه صك الغفران، كأنك ربنا ممثل ربنا او وكيل ربنا او من فمك الى السماء الى الجنة مباشرة. ليه يعني؟ يا اخي يعني ده غرور جاهل او جهل الغرور او عقدة نفسية شديدة جدا، فيها عقدة مرض اسمه جنون العظمة، الاحساس بجنون العظمة البارانويد ده. فيؤسفني انه يعني 70% من الموجودين على السوشيال ميديا دول عيانين بجنون العظمة فعلا، وعيانين بغرورهم الجاهل واعتقادهم ان هم يملكوا مفاتيح السماء وان هم يملكوا ان هم يترحموا او لا يترحموا يعني، وان ربنا منتظر دعائهم عشان يستجيب له، او انه المسيحي منتظر ترحمهم علشان يتشفع بيه عند ربنا. انت بتعمل ايه في العقل لما يكون في القلب لما يكون اغبى من العقل؟ فعلا تعمل ايه في القلب لما يكون اغبى من العقل؟